السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أستاذ أمين عبد الحسيب إبري. تعرف النهاردة إن شاء الله على مراجعة الحاسب الآلي للصف الثاني الثانوي، يلا بينا. السؤال الأول معايا هنا بيقول لي ضع علامة صح أو علامة خطأ. البرامج المجانية فريوير هي التي يسمح صاحب حق الملكية الفكرية للغير استخدامها بمقابل زهيد، طبعا غلط لأنها فري، فبالتالي إن أنا بشيلها إيه مقابل مادة أساسا. البرامج مفتوحة المصدر يمكن إعادة نشرها واستخدامها بعد التعديل، تمام براحتك عادي مفيش مشكلة لأنها إيه مفتوحة. رقم 3، البرامج مفتوحة المصدر open source يسمح لمستخدمها بالاطلاع على الكود مع عدم التعديل، طبعا غلط. إحنا قلنا إن هنا ممكن إن أنت تعمل في أي حاجة طالما مفتوحة المصدر يبقى متاحة من قبل أصحابها. صفحة الويب الساكنة static web page لا يتاح من خلال معالجة المحتوى، طبعا إيه صح. صفحة الويب التي يمكن من خلالها معالجة بعض المعلومات في قاعدة البيانات يطلق عليها static، طبعا غلط. احنا سايبين ايه ما بتحش. صفحة الويب الديناميكية تكتب بلغات منها لغة ال PHP، طبعا صح. صفحة الويب الديناميكية تكتب بلغات ال ASP.NET، طبعا ايه غلط لانه قال ايه فقط. تحتوي صفحة الويب الديناميكية على كود يتم تنفيذه على جهاز الخادم سيرفر، طبعا صح. لا يمكن من خلال صفحة الويب الديناميكية تنفيذ أي إجراء للعميل، طبعا إيه غلط، ده ديناميكية يعني تفاعلية. 10، يمكن من خلال صفحة الويب الديناميكية تنفيذ إجراء معين بناء على مدخلات العميل، طبعا أكيد صح. أنت بتدخل الإيميل، بتدخل مثلا في الجوجل بتبحث كلام من ده، فهو بيبدأ إيه ياخد منك مدخلات العميل لصفحة الويب الديناميكية مثل اسم المستخدم وكلمة المرور، طبعا صح اللي هو المثال على اللي قبليها. مدخلات العميل لصفحة الويب الديناميكية اسم المستخدم فقط، طبعا غلط لسه جايين ممكن مثال أو أي حاجة. يمكن معرفة نوع الصفحة الساكنة أو الديناميكية من الامتداد عبر الـ URL، طبعا أكيد صح عشان نعرف إن هي ثابتة ولا تفاعلية. يتميز جهاز الخادم هاردوير سيرفر بمواصفات فنية عالية، طبعا صح. لا يشترط في جهاز الخادم أن يكون بمواصفات فنية عالية، ده اللي هي العكس يعني بتاعها، غلط طبعا. جهاز الخادم يتم من خلاله تحديد صلاحيات مستخدمي الشبكة، طبعا صح. عندي خادم الويب اللي هو الويب سيرفر هو جهاز كمبيوتر مخزن على صفحات أو عليه صفحات موقع الويب، طبعا صح. خادم الطابعة برينتر سيرفر جهاز الكمبيوتر المتصل به الطابعة، تمام. خادم الطابعة ليس هو المتحكم في إدارة العمليات التي تصدر من الأجهزة الطابعة، طبعا غلط العكس بتاع دي. خادم البريد الإلكتروني ميل سيرفر يتحكم في إدارة كافة عمليات المرتبطة بالبريد، طبعا ميل يعني بريد يبقى هو طبعا اللي مرتبط. خادم قاعدة البيانات الداتابيز، دي كده جبنا أنواع الخوادم كلها اهيت. لا يتحكم في التعامل مع البيانات، طبعا غلط بتاع الداتابيز يعني بتاع قاعدة البيانات، يبقى بيتعامل مع جميع البيانات. كود السكريبت الذي يكتب بلغة الجافا سكريبت لمعالجة بعض البيانات صفحة الويب ينفذ داخل مستعرض جهاز العميل، طبعا صح. كود البي اتش بي الخاص بمعالجة بعض بيانات صفحة الويب ينفذ على جهاز الخادم سيرفر، تمام صح عشان نجرب اللي عليه. السكريبت الذي يكتب بلغة ASP.NET او الفيجوال سكريبت يتم تنفيذه على مستعرض الانترنت بجهاز العميل، طبعا غلط. تستخدم لغة ترميز HTML في إنشاء دايناميك، طبعا غلط، وفي إنشاء الاستاتيك أو الثابت يعني. إضافة كود PHP داخل HTML لمعالجة بعض محتويات صفحة الويب دايناميك، طبعا صح. تحفظ الصفحات التي تحتوي على كود PHP بامتداد HTML، طبعا غلط. HTML يبقى ثابتة، PHP يبقى دايناميكية أو تفاعلية. من التطبيقات المستخدمة في إنشاء صفحات الويب اكسبريشن ويب، طبعا ايه صح. برنامج الاباتشي سيرفر يستخدم مع أجهزة السيرفر ليقوم بدور الخادم، تمام صح. برنامج الاباتشي يسهل اختبار صفحات الموقع محليا على جهاز الكمبيوتر، انت محتاج ان انت تجرب الموقع بتاعك هيظهر ازاي للمستخدمين، وبالتالي بايه تعمله محليا يعني على الجهاز الخاص بيك. يشير مصطلح الببلشنج ويب سايت لنشر موقع محليا على شبكة محلية لان، تبلش يعني ايه تم النشر، ده طبعا مش محلية. يشير مصطلح اللوكال هوست الى نشر موقع على شبكة الانترنت، طبعا هو هنا عكسنا الحكاية، طبعا ايه غلط، اللوكال يعني لان، الببلش ويب يعني ايه شبكة الانترنت. تستخدم لغة البرمجة SQL في انشاء قواعد بيانات وجداولها والتعامل مع البيانات في الجداول من خلال اوامر،
طبعا هنا ايه صح SQL اللي هي قاعدة بيانات او الداتابيز. يعتبر برنامج ماي سيكوال سيرفر احدى تطبيقات نظم ادارة قواعد البيانات، طبعا صح يعني دلوقتي من اوامر ماي سيكوال سيرفر عمل استعراض عن طريق اللي هي جملة السلكت بتاعتنا، طبعا صح. هزم التطبيقات الويب زام، تشمل برنامج خادم الويب اباتش سيرفر وتطبيق قاعدة البيانات ماي سيكوال، طبعا صح. الفرق الجوهري بين حزم تطبيقات الويب هو نظام التشغيل الذي تتعامل معه، طبعا صح. لا يوجد فرق بين حزم تطبيقات الويب، طبعا غلط، يوجد فرق. يستطيع مطوري مواقع الانترنت من خلال سنشن التحكم في تجول مستخدمي مواقعهم بزيارة جميع صفحات الموقع او بعضها وتتبعهم، طبعا صح. مرحلة تحديد المهام المطلوب تنفيذها عند إنشاء موقع معين مرحلة شكلية يمكن تجاوزها، طبعا أكيد باين إن هي إيه، أكيد غلط. تهيئة البيئة المناسبة لإنشاء المواقع أهم في تحديد المهام، طبعا صح. نشر موقع ويب على الإنترنت لابد أن يكون بأجر، طبعا غلط لأن في مواقع إيه مجانية. يمكن نشر موقعك بدون مقابل على أحد مواقع الإنترنت المجانية، لسه كنا بنقول، طبعا صح. يمكن نشر الموقع محليا على جهازك اللوكال، تمام، ان انت تجرب الموقع بتاعك وتشوف الموقع. عند انشاء موقع يحتاج مطور البرامج الى تهيئة البيئة المناسبة لانشاء موقع الكتروني، تمام صح. عملية تنظيم ملفات موقع الويب في مجلدات فرعية داخل مجلد واحد مسألة شكلية ولا تؤثر عند نشر الموقع، طبعا ايه غلط، لازم ان انا بقسم اشوف مثلا ديت الصور دي الفيديوهات ديت الخرائط دي مش عارف ايه الحاجات ديت هتنتشر عشان اقدر ان انا لما اجي ارفع ترتفع ايه في الشكل المناسب بتاعها. تشغيل اباتشي سيرفر يجعل الجهاز يقوم بدور الخادم، تمام، بيقوم بجهازك بدور الخادم، بس هو بيكون ايه زي يعني ايه حاجه كده بحيث انه يعمل ايه الخادم الحقيقي يعني، عشان كده بنسميه ان هو ايه على اللوكال هوست. طيب تشغيل برنامج الماي سيكوال ضروري للتعامل مع قاعدة بيانات المشروع، اكيد احنا عاوزين قاعدة بيانات، يبقى لازم يكون بالايه ماي سيكوال. اول مرحله بانتاج قاموس مصطلحات الكمبيوتر المصور هي تصميم صفحات الموقع، طبعا صح. صفحه الاندكس index.php هي صفحه البدايه التي يتم من خلالها الانتقال لباقي الصفحات، تمام. صفحه الاتصال بقاعده البيانات تسمى هيدر، طبعا غلط. صفحة إضافة مصطلح بقاعدة البيانات تسمى add a dot هنا .php، طبعا إيه أكيد صح، add يعني إضافة. صفحة المساعدة مهمتها حذف بيانات مساعدة، هتبقى حذف، لا طبعا غلط. لتجنب كتابة كود في جميع صفحات الموقع يتم فصل صورة البانر والارتباط التشعبي هايبر لينكس في صفحة مستقلة، تمام، بحيث إن هي تظهر في كله، فبدل ما أقعد إن أنا أكرر الكود بعملها إيه مرة واحدة. الصورة التي تظهر في بداية كل صفحة تسمى بانر، تمام صح. يجب تكرار الكود الخاص بالصورة والارتباط في كل صفحات الموقع، كنا لسه بنقول ان انا مش عاوز ان انا اكرر عشان مش هاخد وقت طويل وحتى كده. اول مرحلة في انتاج قاموس مصطلحات هي انشاء قاعدة البيانات، طبعا غلط. قاعدة بيانات عبارة عن تخزين او حفظ مجموعة من البيانات المنظمة المرتبطة بموضوع معين لاسترجاعها، طبعا صح. لا تعتبر قاعدة البيانات ذات العلاقات Relation Database أحد أنواع قواعد البيانات، غلط. يمثل الجدول البنية الأساسية أو المكون الأساسي لقاعدة البيانات، صح طبعا. يتكون الجدول من سجلات اللي هي Record فقط، طبعا إيه غلط. اسم الحقل في النيم مثل اسم الطالب، طبعا صح. يمكن إنشاء قاعدة بيانات تتكون من جداول من جدول واحد فلات تيبل يتضمن جميع الحقول، تمام صح. لابد ان يكون نوع البيان في حقل مفتاح اوتو انكريمنت لا يتكرر، لا يتكرر يعني مش ينفع ايه ان هو يتكرر اكتر من مره، طبعا صح معايا. الحقول التي يمكن تكرار بياناتها لا تصلح ان تكون مفتاح اساسي، اكيد لازم يكون فريد من نوعه. يشترط ان يكون حقل مفتاح في الجدولين لهما نفس الاسم، غلط. علاقة رأس بأطراف تربط بين جدولين بحيث يمكن أن يرتبط سجل في الأول بعدد السجلات في الجدول الثاني والعكس صحيح، طبعا إيه غلط، العكس مش صحيح. لابد أن يكون اسم حقل المفتاح الأساسي IDE، طبعا غلط.
قبل البدء في إنشاء صفحات الموقع علينا تنظيم الملفات بأنواعها المختلفة التي سيتم عرضها على صفحات الموقع، اللي هو إن أنت عاوز تعرض مثلا فيديوهات، عاوز تعرض مش عارف صور، كلام من ده طبعا. إيه صح؟ تصنيف المجلدات يؤدي لإنشاء مستودعات المعلومات طبعا صح. عند تثبيت برنامج إكسام بشكل افتراضي ينشئ مجلد على مشغل الأقراص دي طبعا غلط على السي. بعد إنشاء موقع ويب ديناميكي لنشره حاليا على جهاز الخادم، فإنه يفضل وضع مجلد الموقع داخل المسار. هنا طبعا بيتكلم على الإكزام فين؟ على السي. الأوامر تاج في لغة ترميز HTML توضع بين علامتين طبعا. الهيدر يختص بكتابة عنوان صفحة موقع الويب طبعا غلط، هو التايتل مش الهيدر، الهيدر ده اللي هو الايه العنوان. البادي نضع فيه كافة أنواع المعلومات المراد عرضها طبعا ايه صح أكيد. يحفظ ملف ال HTML باسم يكون امتداده HTML أو HTM طبعا صح. كل نص يكتب فيه البودي يظهر على صفحة الويب ناحية اليمين باعتباره الاتجاه الافتراضي، طبعا المفروض الاتجاه الافتراضي ايه ليفت تو رايت وليس ايه رايت ليفت، باين غلط. يمكن تحميل برنامج اكسبريشن ويب لإنشاء مواقع الويب من خلال واجهة تطبيق سهلة بدلا من كتابة الأكواد طبعا ايه صح. احنا كده يعتبر بنغطي اي كل جميع الاجزاء. طيب هنا اختر الاجابه الصحيحه. بيقول رقم واحد برامج يسمح مالكها للجميع باستخدامها يطلق عليها طبعا البرامج المجانيه او الفري وير. برامج تنشر ويسمح المستخدمين بالاطلاع على الكود الخاص بها اللي هي البرامج ايه مفتوحه المصدر اللي هو مسموح بالاطلاع على الكود بتاعها. صفحه ويب تعرض فقط بعض المعلومات ويظهر بها عنوان يتحرك من اليمين الى اليسار ومؤثرات صوتيه وبرنامج مستعرض انترنت اللي هي عباره عن صفحه ايه الاستاتيك تعرض فقط تمام، يعني ثابته مش بتمكن من التفاعل معاها. صفحه ويب يمكن من خلال عرض بيانات ويسمح المستخدم بتعديلها وحفظ البيانات المعدله، يبقى دي صفحه تفاعليه اللي هي الدايناميك. كود السكريبت المستخدم في معالجه بعض البيانات على صفحه الويب وينفذ جهاز الخادم ولا مستعرض الانترنت فقط ولا كل لا الاثنين بينفذ كله. يكتب كود السكريبت بلغات كثيره من اشهر اللغات طبعا لغه الايه البي اتش بي. كل صفحه الويب التي تطلب منك ادخال اسم مستخدم وكلمه المرور تعني انها طبعا هتبقى ديت محتاجه ايه تتعامل مع الداتابيز مع قاعده بيانات عشان يراجع قاعده بيانات. مصطلح السيرفر يشير الى جهاز كمبيوتر طبعا، هنا السيرفر اللي هو ايه ذو مواصفات عاليه او ذو مواصفات فنيه عاليه. كمبيوتر يخزن عليه مواقع ويب يطلق عليه طبعا اللي هو ايه الويب سيرفر. يتم ادخال بيانات على صفحات مواقع الويب وذلك من خلال احدى برامج اداره قاعده بيانات مثل طبعا ايه السيكوال والاكسل، الاثنين قاعده بيانات يبقى جميع ما سبق. يجب وضع جميع الملفات الخاصه بالموقع فيه، اكيد هنضعها في مجلد واحد يحتوي على مجلدات فرعيه عشان انه اطلس وهبدا احط جواه البيكتشر والايمج والكلام ده كله. جهاز كمبيوتر يخزن عليه البريد الالكتروني يبقى على طول ميل سيكفر ميل بريد البريد الالكتروني ميل سيرفر. لغه ترميز HTML تستخدم في انشاء طبعا بتستخدم في انشاء صفحات الايه الاستاتيك او الايه الثابته. صفحات الويب امتدادها PHP دوت PHP تشير الى تنفيذ كود PHP على طبعا مستعرض الانترنت. مصطلح الببلش اللي هو عباره عن ايه نشر موقع على الانترنت. العنوان التالي لاحد الشركات الخاصه اللي هو الموقع ده index.html. من قراءتك للعنوان السابق نلاحظ ان هذا الموقع تم نشره هنا طبعا موقع www اهوت، يبقى تم نشره عليه على الانترنت. من الامثله لو كان في سي ولا سي وكان من ده كنا ايه محل. من امثله البرامج المستخدمه للقيام بدور الخادم برنامج طبعا سام. مرحله تحويل صفحه الويب الساكنه الى صفحه ويب ديناميكيه يكون من خلال كتابه طبعا لازم يبقى فيها ايه البي اتش بي، كتابه الكود بلغه البي اتش بي داخل اوامر الاتش تي ام ال. يتم عرض صفحات الموقع باستخدام مستعرض الانترنت الفايرفوكس وجوجل كروم، اي واحد فيهم عادي يعني اي نوع من انواع المستعرضات عادي ينفع مفيش مشكله. هي المرحله التي من مراحل تنفيذ المشروع يتم فيها تحديد صفحات الويب اللي هي طبعا مرحله ايه تصميم صفحات الموقع. صفحه الاتصال بقاعده بيانات تسمى اتصال يبقى ايه كونكشن. الصفحه التي تقوم بعرض معلومات على الموقع تعرض معلومات يبقى الايه المساعده او الهيلب. لتجنب كتابة كود في جميع صفحات الموقع يتم اكيد هبعد الايه فصل الصورة ولا فصل الارتباط، انا هفصل الاثنين مع بعض يبقى جميع ايه ما سبق.
يمثل نقط البنية الأساسية لقاعدة البيانات، طبعا اللي هو الإيه؟ الجداول أو التيبل. يمكن إنشاء قاعدة البيانات تتكون من جدول واحد فقط يتضمن جميع الحقول، يسمى هيسمى إيه؟ لا تيبل. حقل البيانات الذي يشترط إدخال بيانات ولا يتكرر محتواه ومفهرس ويستخدم في ربط، طبعا ده الإيه؟ اليونيك أو الفريد من نوعه. أنواع العلاقات في قاعدة البيانات، راس براس، راس بأطراف، كل ما سبق. علاقة تربط بين جدولين بحيث يمكن أن يرتبط سجل في الجدول الأول بسجل واحد فقط في الجدول الثاني، يبقى على طول ديت علاقة إيه؟ رأس برأس. يشترط في حقل المفتاح الأساسي اللذين يرتبطان بجدولي في علاقة رأس برأس أن يكون لهما طبعا إيه؟ نفس نوع الحجم. حقل المفتاح الأجنبي هو الحقل الذي هو الحقل الذي إيه؟ يضاف ليس من طبيعة الجدول بل حقل إيه؟ دخيل عليه. تم إنشاء مجلد للمشروع باسم ديكشنري داخل مجلد htdocs ده، لكن دول إيه؟ لغات طبعا. المسار المستخدم في حفظ ملفات المشروع طبعا هيبقى أكيد السي على طول. الأوامر تاج في ال HTML تكتب بين إيه؟ العلامتين دول طبعا. السؤال الثالث، اكتب المصطلح العلمي. نقط إيه؟ صفحة معلومات على الإنترنت امتدادها HTML أو HTML اللي هي طبعا إيه؟ صفحة الويب الثابتة أو الستاتيك. جهاز يتميز بمواصفات فنية عالية عن باقي الأجهزة، ده هو جهاز الإيه؟ الخادم أو السيرفر. يستخدم لتحويل جهازك الشخصي إلى جهاز خادم اللي هيحول طبعا اللي هو الإيه؟ برنامج الأباتشي. استخدام إحدى برامج إدارة قواعد البيانات مثل الماي سيكوال أو الأكسس اللي هي مرحلة إنشاء قاعدة البيانات. الصورة التي تظهر في بداية كل صفحة تسمى بانر. الوحدة الأساسية التي يتكون منها الجداول فيلدز أو الحقول. يتم الإعلان عن المتغيرات في لغة البي اتش بي باستخدام الأمر طبعا أو الرمز اللي هو إيه؟ علامة الدولار ساين. لطباعة محتوى على صفحة نستخدم الأمر ايكو. تستخدم في لغة البي اتش بي في حالة وجود أكثر من شرطين اللي هي جملة سويتش. طبعا تستخدم في إرسال كلمات سر أو بيانات هامة اللي هي القيمة بوست. أتمنى إذا عجب حضراتكم الفيديو ما تبخلش علينا بالإعجاب، اشتراك معنا في القناة، تفعيل زر الجرس ليصلك منا كل جديد. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.